بنات ماشي. ما هو نظري بقى كده كده هنعدل في بين تاني محدش يقدر فمحدش يقدر كده كده هنعدل جزء تاني نظري تاني محدش يقدر ماشي وشكرا. لو متسجل عندك الدكتور قبل كده عادل فانا محاضره وخلاص حلو تمام موجود ان شاء الله محلول محلول ان شاء الله محلول ان شاء الله. طيب شابتر 2 بقى احنا اخر اول شابتر عندنا بعد الشابتر الاولاني اللي هو بيتكلم على البوينت تو بوينت كونكشن ان انا عايز اوصل فروع مع بعضيها بكابل الايه بكابل الفايبر تمام point to point connection. بيقول لك والله انت ما قدامكش حل ان انت توصل فرعين ببعض بكابل الفايبر غير ان انت تروح للمصريه اتصالات وتوصل لك الكابل الفايبر بتاعك زي ما انت عايز فيبقى البورت بتاعك هنا سيريال والبورت بتاعك هنا سيريال اهو اهو ده point to point ايه point to point connection تمام والخط ده بيبقى مأجره من المصريه اتصالات ماشي. احنا كنا بنستخدم زمان الموضوع بتاع البرل ان الكابل بتاعنا بيشيل 8 بتات في المره بس كان اللي بيحصل فيه ديلي كان ممكن بت يوصل بعد بت بت يوصل قبل بت وهكذا فحولنا الكابل من البرل لمين للسيريال فلقينا الكابل بتاعنا بيمشي ايه بيمشي سيريال بتات ورا بعضيها اهو وبقى كابل السيريال ده حاجه ستاندر حتى في الداتا عندنا بقى في عندنا حاجه اسمها سيريال اتا كان عندنا الكابل زمان بتاع الهارد ديسك كابل عريض كده ابيض كان اسمه الاتا اه اي بي ام كانت عاملاه حولوه لكابل ساتا دلوقتي بقى اسمه سيريال اتا لان الكابل البارل ده اللي كان 40 بيننا ده او ايا كان بيمشي بايت ببايت يعني كل 8 بتات مع بعض بس كان بيروح اليمة التانية كان لازم ينتظر التمانية بت يوصلهم ويجمعهم ويرتبهم وبعدين يقراهم فلك طب وليه يا عم طب ما مشيهم ورا بعضهم بسرعة كبيرة ويبقى كابل سيريال وخلاص تمام السرعات عندنا هي بتاع الوان اللي انت ممكن تأجرها الأسعار بتاعتها كام أنا ما أعرفش بتختلف من بلد لبلد يعني في مصر غير أمريكا غير السعودية غير بس السرعة ثابتة يعني التي 1 معروفة ان هي كام 1.5 ميجا الاي 1 معروفة ان هي كام 2 ميجا الجي 1 دي ياباني اجهزة ياباني معروف ان هي 1.5 ميجا الاي 3 34 ميجا اوروب دي 3 40 ميجا نعم بقول الاي 3 يعني اوروب والجي والتي يعني امريكان اللي هو نورث امريكا وال الجي يعني ياباني تمام وفي سرعات عالية جدا بياخدوها شركات الموبايل يعني في شركات موبايل بتأجر السرعات دي 39 جيجا كابل باور وكابل فايبر عشان يربط بيه الانترنت بتاعت الموبايل بتاعته ده الليز لاين الليز لاين بيشتغل بتو بروتوكول واحد اسمه الاتش دي دي سي او تريبل بي يعني انت لو تأجر فرع فايبر فمفيش قدامك غير الاتش دي دي سي او التريبل بي الفريم بتاع الاتش دي دي سي بيبقى عباره عن ايه بيبقى عباره عن الداتا ومنضاف له ايه ومنضاف له هيدر وورا منضاف له ايه تيلر اهو ده الهيدر وده التيلر وسيسكو خدت البروتوكول بتاع الاتش دي دي سي دوت وعدلته طلعت منه نسخه جديده اسمها سيسكو اتش دي دي سي اللي هو تحت ده ضافت فيه فيلد كده اسمه البروتوكول الاتش دي دي سي ده كان ستاندر وكانت عاملاه مؤسسه الايزو يا عم انا طول الكورس عمال اوصل كابلات فايبر ولا عمرك قلت لي شغل تريبل بي ولا عمرك قلت لي شغل اتش دي دي سي طبعا لانك انت لما بتشغل كابل الفايبر باي ديفولت بيبقى اللي بيبقى شغال طالما انت شغال على راوتر سيسكو بيبقى شغال اتش دي دي سي فانا طول الكورس كنت عمال اكلمك على كابلات الفايبر وفي بروتوكول شغال باي ديفولت فما كنتش بجيب لك سيرته خالص لحد ما نيجي عند الوان اهو هذا راوتر وده راوتر تاني ونيجي في الراوتر الاولاني كده ونعمل ايه ونقفل الباور ونركب كارت ايه 2T ونشغل الباور ونيجي في الراوتر التاني ونقفل الباور برضو ونشغل ونركب كارت 2T ونشغل الباور وكان الباشمهندس ابو مريم كان بيعمل ايه
كان ابو مريم بيجي لي بياخد كابل سيريال كده وايه ويشت. ونيجي عند الراوتر الاولاني دوت ونحط ايه سيريال 02 على 0 فنحط اي بي اهو اهو بون. نيجي على الكابل اليمة التانية كنت بحط برضو اي بي صح مش ده اللي كان بيتم اهو انا كنت بعمل لك حاجه اكتر من كده لا اهو بون كده الدنيا ايه كده الدنيا مشيت اهي اهي اهي. بصوا كده لو جيت بصيت سيميوليشن كده وبصيت عندي هتلاقي الايه ماشي زي الفل. طب فين يا عم اللير 2 بقى بروتوكول انت بتقول عليه انت بتضحك عليا؟ لا خش كده جوه الراوتر واعمل بقى كده ايه شو انترفيسز واسم الانترفيس هتلاقي مين اللي منور عندك الفريم ده نوعه ايه انكابسوليشن اتش دي ال سي تمام انكابسوليشن اتش دي ال سي. في الشابتر ده بقى هنعرف ازاي كابل الفايبر بتاعنا ده اهو نشغله اتش دي ال سي ونوقفه ونشغل تريبل بي وايه الفرق ما بينهم الاثنين يعني الفرق ما بين اتش دي ال سي والتريبل اي والتريبل بي. عشان تشغله بتخش جوه الانترفيس وتكتب انكابسوليشن اتش دي ال سي. يا عم انا ما عملتش كده قبل كده ما هو معمول باي ديفولت. لو انت عايز توقف الاتش دي ال سي تعمل ايه نو انكابسوليشن اتش دي ال سي تمام. فلما بتعمل كده بتلاقي السيريال اب والبروتوكول اب ولو عملت شو بتلاقي الايه الانكابسوليشن بتاعك اتش دي ال سي موجود قدامك. اخر حاجه هناخدها عندنا ان ممكن لو عملت شو اي بي انترفيس يجي لك السيريال بتاعك اب والبروتوكول اب دي معناها ان مفيش حاجه والدنيا شغاله زي الفل. طب ممكن يجي لك السيريال داون بس اللاين بروتوكول داون ويقول لك دي تي اي مود دي معناها ايه ان الراوتر بتاعك اساسا ما بيسنسش اي سيجنال يعني الراوتر بتاعك مش عارف يديكت السيجنال مش عارف يعرف بدايه ونهايه الفريم. ده معناه ان ممكن يكون في مشكله عندك في السي اس يو دي اس يو او الكابل فيه مشكله تمام كده. فتعمل ايه تتشك الاول على الكابلات بحاجه اسمها بريك اوت بوكس. بريك اوت بوكس ده يا جماعه جهاز صغير كده بتحط فيه الكابل لو اللمبه نورت يبقى معناه ان الكابل ما فيهوش مشكله زي التستر اللي عندك كده للكابلات النحاس الكابلات العاديه تمام. طيب انت تشكيت على الكابل وما لقيتش فيه مشكله يبقى تشك على مين على البورتات بتاعت السي اس يو دي اس يو لو لقيت فيها مشكله تتصل بشركه الاتصالات تيجي تغيرها. طيب في سيريال اكس از اب اند لاين بروتوكول از داون تمام كده دي تي اي مود ده ممكن يكون عندك مشكله فين في الكونفيجريشن بتاعت الراوتر ذات نفسه انت ما حطيتش عليه اتش دي سي تمام. اول ما اعمل شو كنترولر واسم السيريال فاكرين الكوماند ده كان بيجيب لك ايه فاكر لما قلت لك كابل السيريال بيبقى فيه واحده في ميل وواحده ميل دي اي ولا دي سي اي ولا الثانيه دي كان دي سي اي وده دي تي اي. فلو الكابل عندك متدبس وموجود في قلب الكابينه وانت داخل تلنت هتعرف منين كابل الفيميل وكابل الميل فتعمل الكوماند ده شو كنترولرز واسم السيريال فلو ظهر لك دي سي اي تعرف ان هو متوصل بكابل الفيميل لو ظهر لك دي تي اي تعرف ان هو متوصل بكابل الميل تمام. ونقف لحد هنا اللي هو التريبل بي اوبريشن ان شاء الله ازاي بقى نشيل اتش دي ال سي ونحط التريبل بي تمام. نتقابل النهارده ان شاء الله نتقابل بكره ان شاء الله الساعه 8 وناخد التريبل بي تمام 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 يا جماعه ان شاء الله اشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.